الافراج وصل يا معنانا. خش يا تعالوا بالحين بدكم خيمه ما كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخرس انا ما تكلمش المعنانة بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. محدش من عينك ما تقولش واد. ما تيجي تاخدك انا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل. حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه. تمام كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي. تلميذ شغلنا سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله. وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحراميه احسن مننا. على الاقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف انه حرامي، لكن احنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخل. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت انكم حراميه ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام امانه يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك.